واخوان السلام عليكم. غادي نهضروا اليوم على فوائد الكبال اللي كيكون على هذا الشكل هذا وطريقه ديال الاستعمال. امور سهله ما غاديش نطول عليكم. هذا عنده فوائد كثيره، القائمه طويله ياك، ولكن هذا مفيد بزاف تقويه المناعه، الصحه للوليدات الكبار، في التزاوج، في غيار الريش، كنقدموه ديما في المناسبات ديالو. طريقه الاستعمال هو هكا كيكون نيء، ولكن باش تزيدوا نرطبوا على الفريخاج الامور سهله. يعني كنجيبوا بحال هادو، بحال كيكونوا ملي كتحل كتبقى بحال هكا، والمجموعه كتكون بحال هكا. اوكي، هذا شي تسمى الكبال او الدوره او ما عرفتش اش كتسميوه في البلاصه ديالكم. اوكي، عندنا هنا هاد الطروفه هذه، يعني كنجيب العدد على حسب الازواج اللي عندي. يعني زوج واحد يعني يكفيه هذا، يكفيه قطعه صغيره. قاعده اساسيه، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. اوكي، باش نكونوا فاهمين، يعني الامور هي هذه، ما نزيدوش اكثر من القياس وما نشاهدوش بلا قياس. طريقة ديال الاستعمال الاخوان، طريقة ديال التقديم، كنجيبو نعام سيدي هذا، كنجيبو نعام سيدي هذا، تنجيبوه تنسلقوه تنقطعوه بحال هكا وتنحطوه يتسلق. اوكي، كنحطوه يتسلق، ومن بعد نعام سيدي كنخليوه تينشف هذاك الشيء تيبرد، وكنقدموه للطويرات ديالنا. وكنقدموه للطويرات ديالنا بالصحة والراحة. بالنسبه للناس اللي كتقول لك شحال ديال المده نقدروا نقدموه، خويا ماشي مشكل، هو ما كيخسر ما والو، ماشي خسر ما والو، تنخليو الطويرات ديالنا ما كاينش مشكل، كياكلوا فيه مزيان لهم الصحه ديالهم، مزيان لهم الوليدات اللي عندهم الاولاد، يعني الطويرات كيتغداو منه الحمد لله، هذاك الشيء كيكون زوين صراحه. يعني ما تستغناوش على بحال هذا الشيء، نحاولوا نقدموا لطويراتنا شي حاجه اللي مفيده. وهذا الحمد لله هاد الدوره صراحه، يعني انا صراحه كنهضر على راسي، ما كنستغناش عليها مع الطويرات ديالي، وراه تنقدموها جميع الطيور باش تكونوا فاهمين. ما كاينش شي طيور معينه كتاكلها، كياكلوها الطيور كاملين فقط.